تدرون ليش عقبة ابن أبي معيط لم يسلم؟ الذي دله على الضلال صاحبه أبو جهل. يقولون كان الصديق الحميم لعقبة ابن أبي معيط هو أبو جهل، وهذه الرفقة السيئة. يقولون سافر مرة أبو جهل ترك مكة، وعقبة ابن أبي معيط يقول أنا أسمع محمد يقول كلاما فيه شيء من المنطقية، يعني جميل، أبروح أسمع. يقول فأتيت واختبأت وهو يصلي فسمعت القرآن 3 ليالي وقيل 6 ليالي رايح جاي. اليوم الأخير كان يريد أن يعلن إسلامه، تأثر بالقرآن ورجع أبو جهل من السفر، فإذا أبو عقبة جالس يبكي. وش فيك يا عقبة؟ ماذا؟ ما الذي يبكيك؟ قال إني سمعت كلاما يقوله محمد إنه لا 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 لجميل وله حلاوة. قال أصبأت؟ قال لا أنا ما بعد أسلمت. قال اسمع يا عقبة، إن قبلت بقول محمد فلا تجالسني، ووجهي من وجهك حرام ولساني من لسانك حرام، أنا لا أكلمك. ترى الصحبة السيئة، أنا كما قيل المثل أو الحكمة المشهورة، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الصاحب ساحب، ولذلك الذي يا أخي انتقوا أصحابك كما تنتقي القماش تفصل الثوب، انتق صاحبك، وكما تنتقي أطايب الأكل والطعام وأنت تأكل انتق، اختر الصاحب الصحيح، الصاحب الذي يعينك، صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب الهدى، الصاحب الذي إذا جلست معه ذكرك إذا نسيت، وإذا غلط قال لك اتق الله، الصاحب الذي يستر عليك ويعينك ويدلك للطريق الحق. أما الصاحب الذي يدلك للضلال والضياع هذا ليس بصاحب، هذا ليس بصاحب، هذا سيجعلك في يوم من الأيام تندم. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه، ترى هذا عقبة بن أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا نفسه عقبة، الله أنزل في هذه الآيات يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين، أصحاب الإيمان، أصحاب التقوى. ولا يوم القيامة كل أصدقاء أعداء البعض إلا من كانوا على تقوى وعلى حق. يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.